شهية مفتوحة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تنمو عاما بعد عام بانخفاض التكلفة والتقدم في الكفاءة التقنية، حيث ساهم هذا الأمر في دفع نمو السوق، وباتت الطاقة المتجددة الآن وسيلة فعالة وجذابة تجاريا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وهو ما يظهره الاهتمام الكبير الذي يليه أصحاب القرار من خلال المشاركة في أسبوع طاقة المستقبل كل عام في العاصمة الإماراتية أبوظبي. أعتقد هناك تحركات كبيرة جدا، دعني أقول هناك الآن صراع كبير بين الدول من أجل أولا من يتحكم في هذه الصناعة المستقبلية. طبعا كما تلاحظون دول كبيرة جدا، ومن هذا المجال نحن لابد أن يكون عندنا موقع متقدم في هذه الصناعة. لا يمكن أن نبقى فقط مستهلكين للألواح الشمسية والريحية والكومبوننت، فعندنا من الذكاء والإمكانيات أن تكون عندنا صناعات. فإذا جيوبوليتيك بمعنى سيفرض في المستقبل القريب قوة صاعدة حتى من داخل إفريقيا، يعني في مجال يعني مكونات الطاقات البديلة. الحدث والذي تتواصل فعالياته لأكثر من أسبوع يشهد إبرام صفقات واتفاقيات تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة لإنشاء مشاريع تعمل على إنتاج الطاقة بوسائل صديقة للبيئة. فوفقا لما هو متوقع بوصول عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050، يسعى الحدث إلى تعزيز التفكير والتطوير التعاوني لتسريع الحلول الضرورية لدعم النمو الاقتصادي والسكاني السريع. الفضاء يعني دور محوري في عملية الاستدامة. الأقمار الصناعية يعني اليوم تجمع بيانات عن الأرض والتغيرات اللي تحدث على سطح الأرض، سواء كانت على السطح أو في الغلاف الجوي للأرض، مثل التغيير المناخي وإلى غيره. ودولة الإمارات يعني ولله الحمد يعني تمتلك قدرات في هذا الجانب. أصبح لدى دولة الإمارات يعني 8 أقمار صناعية تغطي جانب الاتصالات، وأيضا تغطي جانب التصوير الفضائي. هذه القمة والتي تأتي في طليعة الأحداث العالمية الأكثر تأثيرا والمكرسة للنهوض بطاقة المستقبل وكفاءة استهلاك الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة، تستضيف أكثر من 850 شركة عارضة، ويتوقع أن تستقطب 30,000 زائر من 170 دولة. عبد الله الزعبي، قناة الغد، أبوظبي.